بحب للصبايا انهم يركزوا على حالهم وعلى دراستهم وما يستمعوا لاي تشويش بيصير حواليهم، بيكونوا واثقين من حالهم من اي خطوه بياخذوها. بوقتها كنت انا صغيره بالعمر، ما كنت واعيه على الشيء اللي عم يصير حوالي. بعد ما كبرت هلا حسيت انه عن جد كان عندنا فاقد تعليمي وفاقد رسمي كبير كثير هائل بالرقه هون. اشتغلنا عليه الحمد لله، وصار هلا في تطور كثير كبير بهذا المجال. طورنا من الثقافه اللي هون، صححنا المفاهيم، قدرنا نعمل شيء حلو يعني. انضميت لمشروع أنام الفراتية، كانت خطوة كتير حلوة، تعلمت منها أفكار كتير كبيرة وكتير حلوة وساعدتني كتير بحياتي العملية. كان في فنانين كبار تشكيليين ساعدوني وعلموني شغلات ما كنت بعرفها أبداً.